الخاصة بفتح الأبكار الجذاع المهجنات الأصايل من مسافة 6 كيلومترات هي مسافة هذا الشوط. نتابع هنا المقدمة والصدارة والانطلاق الأول من تحمل الرقم 9 هنالك على المركز الأول الشروط جابر بن سلطان بن راشد الخيالي من يقدم لنا الشروط المركز الأول. ننتقل مباشرة ونتابع ثاني التحديات والانطلاقات. المركز الثاني تأتي هنالك الشبلة سالم بن مبارك بن عيد المنصوري من يأتي على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث هنالك الشعار المتواجد على المركز الثالث أسباب لسالم بن خيرات الكبيدش العامري من يحتل المركز الثالث. والمركز الرابع يتواجد شعار السبوسي القادم شعار مكتوم بن الشيبة السبوسي مع بيلسان المنطلقة. هنالك محدث المتواجدة على المركز الرابع والمركز الخامس مشاهدينا ومتابعينا الكرام بيلسان لسيد هلال بن سالم الطراف المنصوري يتواجد على المركز الخامس والمركز السادس. سادس التحديات والانطلاقات هنالك الزعفران سالم بن نصيب بن خليفة الخيالي بدأ يتقدم الآن وينطلق ويعلن عن حضوره المميز. قرار القادمة بشعار محمد بن علي بن سهيل اليبهوني الظاهر يتقدم مع انطلاق قرار على مستوى المركز السابع. وثامن التحديات والانطلاقات نتابع هنا الشعارات الواصلة والمنطلقة هنالك ميسورة خميس بن عتيقة بن جمعة الرميثي من يقدم لنا ميسورة على المركز السابع والمركز الثامن. التواجد والانطلاق مع الفاتنة محمد بن خميس بن سعيد البادي والمركز التاسع. المركز التاسع نتابع هنالك القادمة على تاسع التحديات المتحدة سيد مقبل بن عايض بن محبوب القرشي والمركز العاشر. ختام هذه الجولة هنالك معزة لسيد مسعود حوايل القادمة شعار محمد بن عبيد بن راشد آل فيدة المري يأتي على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام شعار بن بعيران يأتي على عاشر التحديات. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط وإلى الانطلاق الأول وإلى المراكز الأولى التي تتنافس من أجل ذلك الناموس ومن أجل الفوز والانتصار والتغيرات التي طرت وجرت على المقدمة. من بدأ بالتغيير هنالك الزعفرانة سالم بن نصيب بن خليفة الخيالي من يقدم لنا الزعفرانة على المركز الأول. المركز الثاني الشروط لسيد جابر بن سلطان بن راشد الخيالي من يقدم لنا الشروط على مستوى المركز الثاني. والمركز الثالث من الجانب الأيمن مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء هنالك تتواجد أسباب سالم بن خيرات بن كبيدش العامري من يقدم لنا أسباب على المركز الثالث. والمركز الرابع المركز الرابع قرار محمد بن علي بن سهيل اليبهوني الظاهري وصل طيارة اليبهوني القادمة من ميدان التراث من ميدان السويحان قادمة هنا في عاصمة ميادين السباق. يا سلام الناموس يا ترى لمن من بين هذه الأسماء المميزة الأربعة المراكز الأولى التي احتدم الصراع والمنافسة ما بينها بينما المركز الخامس القادم شعار مكتوم بن الشيبة السبوسي من يقدم لنا حدث على مستوى المركز الخامس. وسادس التحديات والانطلاقات جواهر عبد الله بن حميد بن خلفان النعيمي يقدم لنا الجواهر والمركز السابع. وصل شعار بن بحيران مع معزة القادمة بشعار مسعود بن حمد بن محمد المري يأتي هنا على مستوى المركز السابع. ثامن التحديات والانطلاقات المتحدة مقبل بن عايض المسيفري القرشي وصل على مستوى المركز الثامن. أبناء المملكة العربية السعودية القادمين بهذا التحدي والانطلاق المميز وهنالك تبوك بشعار بيشام بن حمد بن محمد العجمي يقدم لنا تبوك القادمة على مستوى المركز التاسع والمركز العاشر. أتابع انطلاق نوادر حمد بن محمد بن حمد
الحسنى المري أيضا أحد ضيوفنا القادمين من المملكة العربية السعودية. ولكن نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى الانطلاق الأول وإلى التحديات الأولى. هنالك طيارة اليبهوني لا زالت هي المسيطرة على المركز الأول والانطلاق الأول مع قرار محمد بن علي بن سهيل اليبهوني الظاهري، بينما المركز الثاني تأتي تبوك على ثاني التحديات بشعار بيشام بن حمد بن محمد العجمي. غير الأمور، انطلق إلى المركز الأول، انطلق إلى الصدارة تبوك على المركز الأول والصدارة الأولى. المركز الثاني قرار بقيادة اليبهوني، والمركز الثالث زعفرانة القادمة، زعفرانة بشعار سالم بن نصيب الخليفة الخيالي. على المركز الثالث، المركز الرابع نوادر حمد بن محمد الحسنة المري، من يقدم لنا نوادر على المركز الرابع. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى تبوك وانطلاقاتها المميزة. ولكن نوادر وصلت على المركز الثاني، بدأت تتقدم بشعار الحسنة على مستوى المركز الثاني. ما شاء الله تبارك الرحمن، الشكل مميز والأداء مميز. آية المري يأتي هنا على المركز الثاني، ولكن تبوك على المقدمة، تبوك على الصدارة، على الانطلاق الأول بقيادة بيشان. قرار من الجانب الأيمن، قرار بشعار اليبهوني، قرار محمد بن علي بن سهيل اليبهوني الظاهري، من يقدم لنا قرار على المركز الأول. المركز الثاني، الله يا الوصول المميز، وصلت جلمودة عجين بن قبران الصمصام اليامي، بدأ يقدم لنا هذا الاسم على مقدمة الشوط. جلمودة يا جلمودة انطلقت على المركز الأول. أبناء نجران بن قبران الصمصام اليامي، من يقدم لنا جلمودة على المركز الأول، على الانطلاق الأول، على التحديات الأولى. المركز الثاني الطيارة بشعار عتيق بن شامس بن عتيق العامري، ولكن نعود إلى شعار الصمصام على المركز الأول. عجيم بن قبران الصمصام اليامي يقدم لنا جلمودة على المركز الأول، جلمودة على الانطلاق الأول. جولة التحديات، جولة الأوامر، الخمسمائة متر الأخيرة والخطيرة، وجلمودة على المركز الأول. الله يا الطيارة، أوصلت الطيارة، تقدمت الطيارة، عتيق بن شامس بن عتيق العامري، الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة، جلمودة والطيارة، الطيارة وجلمودة، بن شامس وبن قبران، الناموس الأمل، اللحظات الخطيرة، الطيارة طارت الطيارة، سلام يا الطيارة على هذا الفوز. عتيق بن شامس بن عتيق العامري المغامر يحسم هذا الشوط. عزيز بن سعيد الجحافي المركز الثاني، وصلت على ثاني التحديات جلمودة، عجيم بن قبران الصمصام اليامي المركز الثالث. المركز الثالث سمحة مطر بن محمد بن سهيل وحسن العامري. المركز الرابع، المركز الرابع كان الوصول مع افتتاح محمد مصطفى مقران المنصوري. نعود بالتوقيت الزمني 9 دقائق لحظات الوصول، 23 ثانية، وجزئين من الثاني. تهانينا والناموس لمالك الطيارة عتيق بن شامس بن عتيق العامري، تهاني والناموس. بين المركز الثاني وصلت جلمودة عجيب مع جيم قبلان الصمصام اليامي، وصل على مستوى المركز الثاني. التوقيت الزمني 9 دقائق 23. ثانية 9 أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث كان التوقيت الزمني 9 دقائق 25 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.